اخباركم؟ اش تعاودوا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم الفيديو ديالنا جديد، نتمنى ينال اعجابكم. اليوم الفيديو ديالي خصيصا جنس اللطيف، كنتمنى ينال اعجابك سيداتي ويكون مفيد ليكي. وشكرا على لي كومونتير زوينين، شكرا حبابي، شكرا اصدقائي، شكرا لا فامي اللي كاع اللي كيدعمني، شكرا شكرا بزاف. ولي كومونتير محفزين ما شاء الله، نتمنى نعطيكم اكثر واكثر. المهم باش ما نطولش عليكم، الموضوع ديالنا هو طرق ازاله الشعر على الجسم. غدا ندير لكم واحد المقدمه صغيره على بعض الطرق اللي تنستعملها انا شخصيا واللي ما تنحبهاش واللي تنحبها، هذا من جهه. وغدا نمشيو ونمرو نيشان الطرق او طريقه ازاله الشعر، يعني مباشره غنطبقها على ايدي ذاتي باش تشوفوا الطريقه وبعض النصائح اللي خاصكم تاخذوها بعين الاعتبار. اول طريقه اللي كيستعملوها الناس كاملين هو الغزواغ. فوالا الغزواغ البنات يعني كاع الناس تيستعملوه، وكلشي يستعملوه، ماشي ما يستعملوش، غير هوايا يعني ما كيبغيوش الناس. فوالا بدا الناس يعني كيستغناو على الغزواغ، حقاش النتيجه ديالو شويه سلبيه. يعني الايجابيه ديالو هو انه سهل الاستعمال، ولكن السلبيات ديالو اكثر من الايجابيات ديالو، هذا معروفه. غير هو كنصيحه اللي كتستعملوا راه ما فيها باس، راه عادي جدا اللي كتستعملوا بعدا تستعملوا بطريقه صحيحه. الطريقه الصحيحه لاستعمال الغزواغ هو تمشي مع نفس الاتجاه الشعره، الا كانت الشعره تتشوف لتحت تمشي مع الغزواغ نفس الاتجاه، ما تمشيش مع العكس. الا مشيتي مع العكس غادي تشوفي نتيجه غير مرضيه وما غاديش يعجبك الحال، حقاش غادي ينمو الشعر بواحد الكثافه، وغادي ينمو الشعر بواحد التهيج، وبزاف ديال الحوايج اللي ما يقدروش يعجبوك. من الطرق الثانيه، مهم انا هذه ما تتعجبنيش وما ننصحش بها البنات، ولكن حتى هي راها من طرق ازاله الشعر. على العموم بالنسبه للطريقه الثانيه وكنستعملها انا شخصيا هي هذه البنات، معروفه بزاف. كاينه هذه الحلاوه عاديه، وكاينه اللي بالالوان، كاينه ديال القهوه، كاينه ديال الفريز، على حسب كل وحده وشنو كتبغي. المهم كتكون معاها كتشري معاها هاد لاباراي، اولا كتشري لاباراي بوحدها وكتشري هذه، وكلهم يعني بواحد الاثمنه اللي مناسبه، يعني غير مكلفين، هذا هو الاهم. كاينه هاد لاباراي عمليه بزاف بزاف البنات صراحه، ميب واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق كتسخن فوالا، وكيكون معاها هاد البابي، يعني كتشري معاها هاد البابي، حيت هادي ما يمكنش انك كتستعمليها على ايدياتك، ولكن خاص ضروري البابي هو اللي كيطبق عليها باش باش تحيدي الشعر. المهم هذه كتستعمل في بعض المناطق، ماشي الجسم كله، بعض المناطق مثل النديدات، يعني الاكتاف، البطن، يعني السيقان، افخاذ فقط. مناطق حساسه لا انصح يعني بها في المناطق الحساسه، لانها صراحه ما تليقش وخطير جدا على المناطق الحساسه، ما انصحش. ومن الطرق الثالثه او من الطرق لازاله الشعر، يعني الشيء الثالث هو الواقس البنات، الشمع. الواقس معروف، الشمع صراحه هذا من اجمل الاشياء اللي استعملتها انا شخصيا صراحه. يعني ما غنقولش لكم ما كاينش الالم، ولكن واحد الالم اللي خفيف ويعني وتقدر عليه اي بنت تقدر عليه. فوالا الشمع الواكس البنات صراحه زوين 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 بزاف للجسم وعملي، وتا هو عنده لاباري ديالو خاصه، عنده لاباري خاصه. المهم الصوره ديال لاباري هي هذه، ومن بعد غنوريها لكم مباشره. فوالا صراحه البنات تنستعملوا بزاف، غير هو الواكس او الشمع يعني كيستعمل الجسم كامل، يعني المناطق حساسه او لا الافخاذ، السيقان، اي منطقه تحبي تستعمليها تستعمليها. عكس هذا عنده مناطق خاصه به، هذا ما تنستعملوش مناطق حساسه، هذا تنستعملو مناطق حساسه والمناطق كلها ديال الجسم ديالنا ممكن اننا نستعملو الواكس. مهم بالنسبه كاينين بزاف ديال الطرق، انا هذو هما الطرق اللي تنستعمل انا شخصيا. بالنسبه للطرق الاخرى كاينه فيت الصوره ديالها هي هذه، فوالا انا ديجا استعملتها ما عجبتنيش بزاف، داكشي علاش حيدتها، ما متوفرش عندي كصوره يعني مباشره، وانما الصوره ديالها فوالا نخليها لكم باش تشوفوها. حتى هي كيستعملوها البنات، كاين اللي وافقاتو كاين اللي ما وافقاتوش، واللي طوب 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 هو الليزر. الليزر البنات حتى هو على حسب كل وحده والقدره ديالها،
يعني يعني كله القدره ديالها. كاين اللي عنده مثلا القدره ديالو كيمشي كيعمل الليزر كيدير حصاص يعني ما كيبقاش ينبت له الشعر نهائيا. وكاين مثلا هذا الواكس هذا يعني يمكن ينبت الشعر على مده طويله من يعني على مده 20 يوم الى شهر، يعني ما كينوضش الشعر ابدا الى فديك 20 يوم كينوض خفيف جدا. فوالا داكشي علاش البنات يعني التجؤوا ليها، يعني عمليه ازمنه. فوالا حتى هذه يعني نفسها بما انه كيتحيد الشعر من الجدر يعني كياخذ واحد المده حتى باش كينبت لينا الشعر. المهم وبالنسبه للليزر كيف ما قلت لكم راه هو زعما هو الطوب، وكل وحده والقدره ديالها اكيد. المهم بنات ما نطولش عليكم، المهم بالنسبه لهذه المقدمه هذه قدمت لكم طرق ازاله الشعر اللي كنستعملها انا وبعض الطرق اللي يعني متواجده حاليا. المهم نتمنى ينال اعجابكم. يلا معايا الا التطبيقات يلا نطبقوا، يلا نطبقوا على لي ديداتي ما تشوفين فين. يلا معايا ورجعت لكم احبابي كيف ما كتشوفوا. المهم غندوزوا للتطبيقات تطبيقات ثم تطبيقات. كما تشوفوا هذه هي المعدات اللي كنستعملها باش نعمل ازاله الشعر. على العموم كيف ما قلت لكم كنستعمل هذه فوالا، كنسخنتها وسخنت حتى الشمع فهمتي باش نطبق على ايديا. فوالا كما تشوفوا كاين واحد هكا شويه ديال الشعر في ايدياتي، بغيت باش تشوفوا النتيجه والطريقه كيفاش كنستعملها. المهم بالنسبه لشنو كي خاص يكون عندي، خاص يكون عندي الطالك ضروريه، هذا التالك اولا بودره البودره ديال الاطفال ولا اي نوع تشريو نتوما. المهم انا عندي هذا وضروري خاصني القطن. فوالا كنستعمل القطن ضروريه كيسهل عليا عمليه التوزيع ديال البودره على الجسم. فوالا وبالنسبه لاباراي ديال الواكس اولا الاله ديال الواكس هي هذه كيف ما وريتكم في الصوره، صراحه زوينه وعمليه وثمنها رخيص 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 بزاف، يعني اي بنت تقدر تشريها. فوالا انا سخنت هذا سخنت الحلاوه وكنوجد معها الوريقات، ضروري تنوجد معها الوريقات كما تشوفوا. فوالا وكيف ما قلت لكم ضروري من هاد المعدات وضروري مني كنكمل ضروري زيت اللوز او لا اي زيت عندك كيتوفر عندك. المهم نمروا على بركه الله. اول حاجه تندير هي تناخذ كيكون اصلا البشره ديالي نظيفه وكل شيء. مهم تناخد الطالك فوالا بهذا الشكل هذا وتنطبقه على ايدي. علاش اشنو الغرض من الطالك؟ شنو الغرض من الطالك البنات؟ هو انه باش مني ندير الحلاوه أو ندير الشمع كيتهز ليا غير الشعر بوحديتو. هذا الطالك اولا البودره كتحمي الجلد ديالي التحتاني، كتحمي باش ما يطلعش ليا مع الورق اولا باش ما يطلعش ليا مع الشمع. فوالا كتحمي ليا هذيك الجلده التحتانيه. فوالا اول حاجه غنستعملو نستعمل لكم هذه نحدها سخونه. فوالا كما تشوفوا انها عمليه. واول نصيحه اللي غنصحكم هي كنمشيو على حسب الاتجاه ديال الشعر كما كتشوفوا البنات على حسب اتجاه. انا الاتجاه ديالي عندي كيمشي من الفوق الى التحت. فوالا من الفوق الى التحت يعني غنمشي معها بحال ما هكا كما كتشوفوا غنمشي معها بحال ما هكا يعني من الفوق فوالا الى التحت بهذه الطريقه. فوالا بنات كما كتشوفوا وكناخذ البابيي ناخذ الورق كيفاش تنستعملو كنمشي معاه حتى هو من الفوق الى التحت كنعمل بحال هكا وكنمسك ايدي باش تبقى فوالا بحال هكا وكنمسك ايدياتي باش يبقاو فوالا كنقبض بحال هكا كنعمل كدا. فوالا بنات كما تشوفوا كيتحيد الشعر ما كيتحرق ما حتى شي حاجه. فوالا ما عرفتش واش تيبان لكم مزيان ولا لا، فوالا كاين هكا الشعيرات. هذا بالنسبه لهذه الطريقه، هذه اول طريقه هي هذه يعني عمليه وخاصكم ملي تبغيو تحيدوا تحيدوها بسرعه ما تخليوهاش بزاف. فوالا كتسالي من هذا بطبيعه الحال خاصك تجمعيهم وترميهم في القمامه اكيد.
بالنسبه للمرحله الثانيه بنات نفس الطريقه نفس الطريقه كناخذ التالك فوالا غنطبقها عليكم هنايا نطبقها في الجهه الفوقانيه فوالا بنات نفس الطريقه كناخذو فوالا كنلقاو الشمع بهذه الطريقه كنحاول انه نعملوه لفات دائريه برد لنا شويه دائما خذوا الحذر باش ما يحرقكمش فوالا بنات كيف ما كتشوفوا كطبقوه على الجسم ديالنا بهذه الطريقه يعني ما تخافوش منا فوالا فوالا ما تخافوش واخا كدير لكم بحال هكا عادي جدا فوالا تنصبروا عليها واحد الدقيقه كتبان لينا صراحه تعجبني انا الشمع بزاف كيف ما كتشوفوا واحد الدقيقه كيف ما قلت لكم نفس الطريقه من الفوق الى التحت على حسب الاتجاه ديال الشعر انا عندي من الفوق الى التحت يمكن لك انت يكون عندك من التحت الى الفوق يعني كنمشيو في الاول كنحطوا نفس الاتجاه ومن بعد كنهزوا عكس الاتجاه فوالا دائما كيف ما كتشوفوا فوالا بنات وهو كيف ما تشوفوا هو صراحه ناعم ناعم على البشره بزاف يعني احسن من هذا بصراحه احسن من هذا فوالا هو ناعم جدا جدا كيف ما كتشوفوا حتى مني كتحيديه يعني كيتحيد بواحد الطريقه ناعمه جدا المهم حبيبي هذه هي الطريقه كيفاش كنحيد الشعر مني كنكمل كل شيء يعني الجسم ديالي كله كناخد واحد الزيت من الزيوت اللي عندي فوالا كنرش اللحمي كنرش الجسم ديالي بهذه الطريقه الا زعجني ولا شي حاجه كنخليه بعدا واحد ربع ساعه وصافي ونمشي ندير واحد الدوش هكايا يكون خفيف ما نديرش الليفه على البشره ديالي حقاش كيكون ديك الساعه حساسه حيت محيده الشعر اكيد ما خاصكش ديري على واحد المده عاد يمكن لك انك ديري الليفه للجسم ديالك المهم كنتمنى يكون مفيد لكم المهم هذه هي الطريقه حبيباتي كل ما شفت حبايبي شاركت معكم طريقة إزالة الشعر من الجسم طبقتها على يداتي كيف ما شفتوا المهم كنتمنى ينال إعجابكم فيديو وطبقوا النصائح وخذوها بعين الاعتبار لأن طريقة إزالة الشعر لازم تكون بطريقة صحيحة باش ما تحرقوش الأنفس ديالكم المهم كنتمنى ينال إعجابكم الفيديو كيف ما شفتوا صراحة كله إفادة وكيهم الجنس اللطيف من الدرجة الأولى المهم بنات ما تبخلوش علينا باللي لايك واللي أول مرة كيشاهد القناة ديالي ما يبخلش عليا بواحد الاشتراك وواحد الكومنتير محفز زوين ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله وان شاء الله الى الفيديو القادم مع السلامة باي باي.